فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فلما رأيناه أكبرنه وقطعنا أيديهن فسيقولون بل تحسدوننا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير من شر حاسد إذا حسد حسبي الله ونعم الوكيل على الحاسدين والحاسدات حسبي الله ونعم الوكيل على العائنين والعائنات حسبي الله ونعم الوكيل على حسدا آذى الأجساد
الأوقات على حسد عطل وأخر رزاق. اللهم ابطل حسدا ضيق على الصدور، اللهم ابطل حسدا سبب آلاما وأوجاعا وأحزان، اللهم ابطل حسدا سبب خفقان سبب خفقان، اللهم ابطل حسدا سبب تنملا في الأبدان، اللهم ابطل حسدا أخر الأرحام عن حمل وإنجاب، اللهم ابطل حسدا بين الزوجين سبب بينهم نفورا وفراقا وخصاما وجدالا، اللهم ابطل حسدا بين الزوجين، اللهم ابطل حسدا في البيوت على أهلها، اللهم ابطل حسدا في جمال الوجوه، اللهم ابطل حسدا في جمال الوجوه، في جمال العيون، في جمال الشعور، اللهم ابطل حسدا في جمال الأجسام، في قوامها، في طولها، في عرضها، في تخصرها، اللهم ابطل حسدا في الزواجات، في الأعراس، في المناسبات، في الاجتماعات، اللهم ابطل حسدا في دراسة، في علم، في فهم، في ذكاء، اللهم ابطل حسدا في ذرية على ذرية، اللهم ابطل حسدا في الأطفال على ضحكهم، على لعبهم، على جمالهم وحركتهم، اللهم ابطل حسدا في الرجال على قوة وصلابة وجلد ورزقهم، اللهم ابطل حسدا في الرجال على الجمال، على المال، على الصحة والعافية، اللهم ابطل حسدا في النساء على تجملهن، على زينتهن، على تسريحة عليهن، اللهم ابطل حسدا في الزواجات، في الأعراس، في المناسبات، في الاجتماعات، اللهم ابطل حسدا في الزواجات، في رقص، في زواج، في عرض، في زواج، اللهم ابطل حسدا في جمال الأجسام على ملبس وضحه وأظهره، اللهم ابطل عينا وحسدا، عينا وحسدا، عينا وحسدا، اللهم ابطل عينا وحسدا عطل رزاق، فرق أزواج، اللهم أبطل عينا وحسد أزواج وأخر أزواج، اللهم أبطل حسدا سبب فراقا بين الزوجين، سبب نفورا بينهم، سبب نفورا بينهم، اللهم ابطل حسدا سبب تجلطات في الأجسام، سبب تصلبات في الأجسام، اللهم ابطل حسدا وعينا سببت أورام، سببت أورام، اللهم ابطل عينا وحسدا سببت أورام، اللهم ابطل حسدا وعينا قديمة، اللهم ابطل العين والحسد القديم، اللهم ابطل عين عائن وعائنة، عين عائن وعائنة، اللهم ابطل عينا حارت ودارت في الأجسام، اللهم ابطل عينا حارت ودارت في الأجسام،
الأيام. اللهم أبطل عينا حارت ودارت في الأجسام، اللهم أبطل عينا أصابت الأجسام على جمالها في قيامها في قعودها في خطوها في مشيها، اللهم أبطل عينا نظرت في الأجسام على جمالها فتمنت كجمال الأجسام، اللهم أبطل نفسا تمنت كجمال الأجسام، اللهم أبطل نفسا تمنت كجمال الشعور كجمال الوجوه اللهم أبطل عينا ونفسا وحسدا تمنت ما عندهم، تمنت ما فيهم، تمنت ما وصلوا إليه. اللهم أبطل عينا وحسدا، عينا وحسدا، عينا وحسدا، عينا وحسدا. اللهم أبطل حسدا في ذرية، عينا في ذرية، حسدا وعينا في ذرية، حسدا وعينا في ذرية، حسدا وعينا في ذرية. اللهم أبطل حسدا في الأطفال، عينا في الأطفال، على جمال العيون، على جمال الوجوه. اللهم أبطل عينا وحسدا في كل نعمة ظاهرة منك وباطنة، اللهم أبطلها، اللهم أخرجها، اللهم أذهبها، اللهم أخرجها وأخرج آثارها، اللهم أخرج آثار العين والحسد والإعجاب، اللهم أخرجها وأخرج آثارها وأعراضها، اللهم أخرجها وأخرج آثارها وأعراضها. تعال. أنا أقرأ والعيال اللي تأثروا، والله المستعان. لكم النوم؟ روح نوم، الله يستر عليكم. الحمد لله على كل حال، ما من جسد يخلو من حسد. أنفخ على عيالي، على عيالي، على عيالي، الله يصلحهم ويحفظهم. البث محفوظ إن شاء الله. أبشروا أبشروا، الله يشفيكم. اللي حس بشيء يا جماعة يقرأ القرآن، يقرأ القرآن، عليه بالقرآن فإنه له شفاء. القرآن وشفاء، القرآن يشفى. عليكم السلام عبد الرحمن، معدتي ذبحتني وربي. اقرأ القرآن، اقرأ عليكم بالقرآن فإن القرآن شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. النفتر مهب ينفخ. قلنا 10 دقائق مدة آيات الرقية، لكن بكرة إن شاء الله بشروا. التنميل من أعراض الحسد. والسلام. إيش آيات فك السحر؟ والله أبو عبد الرحمن بنوم، والله ما عاد فيني، والله بنام متى بعد صلاة الفجر؟ أنا 2-3 ساعات. بكرة إن شاء الله يا جماعة نكمل، والله إني قدني ما عاد أشوف، قدني ما عاد أشوف، خلاص طفيت. أبرد عليكم بكرة سئلتكم بداية البث، الموجودين الآن بكرة بداية البث أعطونا سئلتكم هذه، بعدها بنبدأ بالمسابقات. خلاص زين، اللي حس بشيء لا يترك نفسه، يحافظ على أذكار الصباح المساء والقرآن حتى تثاوب من عرض الحسد. مع السلامة، الله يعقاكم.